نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد معلومات الحساب معلق على تطبيقكم تيك توك. قم بالضغط هنا تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا الإعدادات والخصوصيات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الإبلاغ عن المشكلة، بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا الحساب والملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا تسجيل الدخول، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الحساب معلق، وهنا سوف نجد جميع المعلومات التي سوف تحتاجها للحساب معلق. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.